وزارة الصحة في جنوب أفريقيا عن أول إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير لصبي يبلغ من العمر 12 عاما قدم من الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي. وقالت الوزارة أن الصبي عولج وخرج من المستشفى في وقت لاحق. أعلنت ياسمين بادو وزيرة الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إنفلونزا الخنازير بلغ 8 حالات، وضعت جميعها تحت الحجر الصحي. ورغم قلة عدد الإصابات وتعزيز الإجراءات الاحترازية، يسود قلق في الشارع المغربي الذي يتخوف من انتشار المرض. مطار الدار البيضاء نقطة عبور أولى الحالات المصابة بإنفلونزا الخنازير نحو المغرب، ومصدر غالبيتها حتى الآن من كندا. كل منافذ ونقاط العبور باتت مجهزة بوسائل رصد الفيروس، بوابات وكاميرات حرارية تعمل بالليزر عن بعد، وفحص صحي إجباري للقادمين من إسبانيا وأمريكا اللاتينية لتفادي مرور المرضى حديث الإصابة بالمرض، كما حدث مع الإصابات الأولى التي لم تكشفها البوابات الحرارية. كل مسافر ممكن يكون حامل الفيروس، ولكن الدرجة ديالو الحرارة ديالو هي أقل من 38 درجة، هذا لا يمكن رصده بالبوابة الحرارية. في هذا المبنى تم التحليل المخبري لحالات الإصابة الأولى، وداخل هذه الغرفة المعزولة يتم فرز العينات المشكوك فيها وسط إجراءات سلامة مشددة وتكرار التحليلات للتأكد. وبمعدات مخبرية حديثة يتم التعرف على الإصابات في مدة زمنية تتيح إمكانية العلاج والشفاء معا، كما حدث مع الحالتين الأولتين اللتين غادرت المستشفى بعد شفائهما كليا من عدوى أنفلونزا الخنازير. نتوفر في المعهد على أحدث معدات رصد فيروس أنفلونزا H1N1 وفق المعايير الدولية، ونحن على استعداد لكل الاحتمالات، ويمكننا تأكيد الإصابة بالإنفلونزا في مدة أقصاها 4 ساعات. وتسود المخاوف من تزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير، خصوصا مع بداية موسم عودة المغاربة المقيمين في أوروبا، وعددهم يفوق 3 ملايين، كلهم يعبرون إسبانيا التي تصنف من أكثر الدول الأوروبية إصابة بالعدوى بحكم علاقتها القوية مع المكسيك موطن الوباء. ومع تسجيل 8 حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير لحد الآن، وبرغم كل إجراءات الوقاية، لا يخفي الشارع المغربي تخوفه من انتشار العدوى في غياب لقاح عالمي يوقف مدها. أنا خائف لأن الدول المتقدمة لم تستطع إيجاد علاج ناجئ لهذا المرض، فكيف بالدول السائرة في طريق النمو على سبيل المثال المغرب؟ طبيعي أنني يكون قلق بغض النظر الإجراءات المتخذة، لأن فيروس إنفلونزا الخنازير أصبح وباء عالمي. وتحسبا لاحتمال انتشار إنفلونزا الخنازير، خصصت الحكومة مبلغا ماليا فاق 100 مليون دولار لتعزيز الإجراءات الاحترازية وتوفير اللقاحات الضرورية. حسن فاتح، BBC، الدار البيضاء.